اكتشاف مقبره اثريه جديده. حقيقة ان خلال الفتره اللي فاتت كانت في بعثه مصريه ايطاليه بتشتغل في غرب اسوان وتحديدا في منطقه ضريح الاغا خان، وكان الهدف من البعثه هو الكشف عن مقابر جديده بترجع للعصر اليوناني الروماني. واخيرا اعلنت وزاره السياحه والاثار عن مقبره بتتكون من جزئين، الاول من الجزء الاولاني منها موجود فوق سطح الارض، اما الثاني منحوت في الصخر. ده غير طبعا المقتنيات الاثريه الكتيره اللي قدروا ان هم يعني يتحصلوا عليها واللي موجوده، زي مثلا لوحات حجريه كان مكتوب فيها بعض النصوص اللي مكتوب بالخط الهيروغليفي، مثلا عقد من النحاس ومجموعه من المومياوات والتوابيت كمان. هي مصر فعلا مليانه اثار، مليانه في كل حته، لكن الاثار دي محتاجه اهتمام ومحتاجه ابراز عالي جدا، علشان دي بتظهر ثقافه مصر او بتظهر حضاره مصر. الحضاره اللي بنتكلم هي دي الحضاره اللي تستحق ان هي تظهر ويتم الاهتمام بيها، بس يهتم بيها بشكل حقيقي، مش اللي بيحصل ديكو شايفين الفتره اللي فاتت كل شويه نسمع عن خبر تهريب اثار، سرقه اثار، حاجات زي كده. ويعني حاجات بالشكل ده بيبقى صعب جدا استردادها مره تانية، ده ان ما كانش كمان مستحيل، لان طبعا الحاجات دي بتبقى العالم كله عارف قيمتها، عدا بقى للاسف لما يبقى النظام السياسي فاسد ومش عارف يقدر ولا عارف يفهم، اهم حاجه عنده بس انه ينهب الثروات. نسال الله سبحانه وتعالى ان مصر ترجع لدورها الريادي والقيادي بين الامم عما قريب، اللهم امين.